حقيقة الفترة اللي فاتت من تولي حكومة السيد السوداني للحكم كان عنده توجه إلى توجه إصلاحي لقطاع الطيران برمته. في قطاع الطيران ليس النقل الجوي فقط، احنا عندنا قطاع مطارات، عندنا قطاع تدريب، عندنا أمور أخرى لوجستية خاصة بالطيران. فكمراقب أنا لاحظت هذا التوجه، لكن التوجه هذا كان ينقص الاعتماد على الخبرات. يعني أنا يعني بصراحة أمس شفت اللقاء السيد السوداني مع اللجنة المكلفة، اللجنة الجديدة، لاحظت أكو اختلاف جذري في هذه اللجنة عن اللجان السابقة. يعني أكو لجان سابقة كان موجود بها من وزارة الخارجية، كان بها موجود من وزارة النقل. يعني وزارة الخارجية شو العلاقة بموضوع الطيران؟ وزارة النقل يعني صح معنية للشركة التابعة لها، لكن احنا نحتاج الى هؤلاء الاشخاص اللي كانوا جالسين عند السيد السوداني امس. هذول الناس موجودين من منظمات عالميه مثل الاياتا والايكاو. هذه اللجنه اذا استمرت بالعمل وبالدعم الحكومي الصحيح، انا اتوقع انه نشهد بالاشهر القادمه وليس بالايام القادمه، بالاشهر القادمه، لان الاياسا كل 6 أشهر تسوي تحقيق جديد على هذه الشركه. فنتأمل خير بالأيام الجاية، خصوصا بعد هذه التغييرات باللجان اللي موجودة لإزالة هذا الحظر. إن شاء الله.